سلام، اليوم غادي نخرجوا مع روائح تشعر علينا بمناسبه انها شريت طوموبيل جديده. كل شيء مزروب وانا دابا خديت هذا الوقت باش نهضر معكم. يلا مبروك مبروك. تسناو ما مرتكمش الاخوان الكرام، انتما كاينين هنا وفيتي صافا لاباس عليك؟ الحمد لله. الوالد جالس هنا. غاديين خارجين جماعه، رومان قال لي واخا عليك على داك البلوك اللي دايره لي بلان ما عجبوش. ومروان خاصك تشوف باللي انا هذا الكاميرا وساكادو وطاكسي هادي عندك يديروا لي هادي والناس ما دبرتي هنا وكنشوفوا الشعر. انت شوفني دابا كامله هكا 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 مزيان. وقالوا لي الناس حسينا بك بحال دابا كنت صداد. هادشي اللي كان يطرى لي سب وحدي واحد شويه فكرت قلت علاش دارت هاد القضيه هادي بحال هكا. لقيت حيت هي دارت باللي زعما تخرج براسها تخرج الراسة بغات دير داك البلون زعما باللي هي راه بوحديتها. هذاك شي فيزيون ديال المخرج ماشي اكزاكتومون باش يحسوا الناس باللي انا كنت بوحدي. واش اي ولكن تي بو فيغ لا كاميرا بحال هكا لا ولكن ماشي انا اللي غادي معايا. هلا البواطه تصير ديال ديري زيدنا مروان بالفيستا ديالو نعلقت انا محمد اللي بالي بارك مرتاح والله جيت مايل. قلت لهم ناخذ الطوموبيل تاعتي قال لك صافي حنا غاديين بحب معانكين غاديين معانكين. فيها الثلاجة فيها الأجواء ديال الطوموبيل كراسة كاملين فيها المصاص. عبستو عليا أنا اللي تعديت عليا مجلسيني بحال هكا. إن شاء الله إلا أنت اللي مريضة. ماشي يمكن مع داك ديال الصمتة. لا ماشي ديال الصمتة ديال دابا في الجنب ديال هنا كتلقيها بحال عوج بحال هكا. إنما يعطيني التليفون. هكا طالعة. النهار كنت كنزهام هنايا ودايز واحد الكاميو من الليل حتى كتبان لي الطوموبيل كدير بحال هكا كنشوف القنطره كيبان لي الحديد كيتحرك وقيلا والله حتى كتحرك بالله. وقال لي واحد خينا بحال هكا هي راه كيتحرك ما كيديرها كتحرك على ود كتزعزع شويه الا داز شي رموك. لا لا ماشي على الرموك هي على قضيه حيت الحديد كيسخون والعيبات وكيبرد دونك خاصهم يديروا لهم داك السيستم باش يكون فليكسي. واخا سميتو ما كتبش خليها تدوز بالصوره. الي كتقول لنا مروان اصلا بحال فين فيها خانتنا كاع ما وقفت معاه. سدوه عليا قول لي ناري وحدي ما كنتش الضو نهار مروان سد عليا. اوكي وحدي كانت عامره كانت عامره كديتي واحد تبارك الله ما شاء الله. ياسين بابا شوف عاد شويه ياسين اكثر واحد فرحان هو انت وحمزه كتموتوا على السوشي. شوق الشكاره لي كروكيت قبلت بس ديري وقولي بغيت ماي توز خرجت لي كيزيد في البانيه زعما كيدير الشوبينغ اونلاين دابا كيقرا كيدور وكيقول لي بغيت لي كروكيت. معلم تبارك الله عليك هاك العزاز اللي قدام الكاميرا. يلا سير في حالك كدير ترانزيسيون. عطيني تشيس عطيني تشيس.
شديت كحيل حتى انت باغا كبقاي بحال هكا ما درت والو عجبتيني خرجتي من تماك بقيت انت غنحتاج اتعطيني نصيحه شي حاجه تعلمتها في الحياه في كلمه واحده بالله قالت لي راه خصني وحده جديده ايوا شي نصيحه في كلمه واحده ما قلتيش النصيحه قول نصيحه هذا سد كبيره ولا هذه اللقطه اخرى نصيحه لا جبتك هنا بسم الله الرحمن الرحيم باش نسولك علاش حتى في حالك شي جيت انت واش نصيحه عطيتي ويلي ما عرفتش شنو عاود هذه قولي هذه اللعيبه اللي قلتي اش اختي سلام few hours later خاش قلت لك عطانا شي فلوس باقي كتفكري يلا دير معلمه كلشي في هذه الحياه هذا بدي كلمه باش تخرج ليا شي اليوتيوبر ما تلقاش معاه مشكل جلسات قدات راسها موجوده في الصوار منين سالي قلنا لك سدي يديك تما كصاحبتي وسدي دابا الله سدي والله تا زعما كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما كرهتش انه نشاركهم مع الناس هو انه اي واحد مشى قال لهم شي حاجه باش يستيميه ولا يقلل منه ولا ما تقش بالقدرات ديالو ولا اي حاجه سي فري كاين شي حاجه زعما ساهله دابا فولا ما ديهاش هضره الاخر نو غادي تقصح وغيبقى فيك الحال من واحد وجوج وثلاثه ولكن مع مرور الوقت غادي تقصح باغ ديفو ولكن انا النصيحه اللي غادي نعطيك باسكو دزتي هاد المراحل هادو كامله الخصها باللي بصح ما خصكش يبقى فيك الحال من نهار الاول ما عمرك ما تسمع شي واحد يقول لك شي حاجه اللي كيحاول انه يطيحك ما تقولوش على اللي كيعاونك اللي كيحاول يطيحك وما يخليكش انك تثق في راسك ما تسمع حتى شي واحد ونقص من القيل والقالب وحط الهدف ديالك حداك وسيبو وتشق في راسك في المول وتشق في الله خدم على راسك وحاول انك تبقى مضارب مع راسك نتايا كيف كنتي البارح وكنقول انا خصني نكون اليوم احسن من ديك لابيغسون ديالي ديال البارح وان سي دو سويت عشان ندوز 3 سنين انا بغيت نكون احسن من داك الشخص اللي كنت في 2000 فوالا بحال هكا حمستك قدرت لك خصني نزيد نبكي Gentil avec tout le monde, ça va t'aider bien. Ça va être gentil avec les gens. Ma ma t'as connu ça dit que la méchanceté grave. Oh, on dit que donner la gentillesse, ça va être tout cela que le nage. Je vais vous dire que vous avez fait la vie, c'est que vous avez fait la vie, c'est que vous avez ماشي غير تتبع ما نعرفش كيفاش نقولها لك كلمه ما تكونش غير كتتبع اللي شتي شي واحد دار واحد الحاجه بواحد الطريقه صافي تتبعو دير بحالو لا كل واحد عنده طريقته في الحياه وربي عطانا الدماغ باش نخدمو ماشي باش نخدمو بدماغ ديال واحد اخر وشكرا مروه شنو تعلمتي في هذه الحياه شي تجربه ولا نصيحه اللي غتقدري تعطيها للناس انني نقص من الانانيه وتفكري في حدا اخر زعما وي حيت انانيه كانت عندي زايده فهمتي يعني بزاف راسي دونك كاينه انانيه خايبه وانانيه زوينه وي واحد الانانيه كتكون فايته دائما كتبقاي تفكري في راسك بزاف كتكون اي حاجه زوينه ليك ما كاينش انت دونك انا قلت لا شويه داك تاع البنات شويه كتكون تيا كتعطي ان بليزير لراسك اوكي اشنو جاي انت عاوتاني تقول لك واحد الحاجه علاش الدماغ حيت الدماغ هو اللي غادي يدير لك كل شيء هو اللي غيخليك تنقص من الانانيه هو اللي يخليك تكون باسيون ولا يخلي هو كيفاش كتخدميه صافي راه خدمتي كل شيء راك ربحتي كل شيء اكزاكت اي حاجه يفيدك في المعامله يفيدك في الصبر يفيدك في التفكير يفيدك في كيفاش تسير حياتك يفيدك كيفاش دير اي حاجه ترى علاش انا كنقول هذا الشيء حيت اصلا خدمت دماغي طولي وعيني هنا انت ديما معايا خالتي راك ناشطه الي سي مروه شي تغريده سلامه طرقتيها صعبتي انت ما كي ديما مخشيه في الكاميرا لا انا ما عادش عارفك جبد عليا القشقاجه ديالك راك شي شبوره جبد القشقاجه كانون جي 7 اكس كتقول لها قشقوجه اش عرفك انت اصلا في الكاميرا ساتون مروة يلا سير على
الله في الصحه. تربيه هل يخصني اعتمد على راسك؟ الصبر من قسم الانانيه. دخل الدماغ متخافوش من خطر. من قسم الانانيه الدماغ.